أبوي عمره ما حكى عن الماضي إلا مرة بوحدة من رحلاته المعهودة من الريف للمدينة. وقف لشخص لقاه على الطريق. أهلين. هيك أبوي بيساعد أي غريب. بس هذا ما كان شخص عادي. طلب ينزل عند مخرج 77. طريق ما إله نهاية. قبل ما ينزل حذر أبوي: احذروا الرايات السود، فهم قوم لا يوفون بعهد ولا ميثاق. قال لأبوي: خذوا مونة وارحلوا، لقوا مكان آمن وتخبوا فيه، وهم شيء تحصنوا. وهذا اللي عملناه بالضبط. المنذر، هيك أبوي بسميه، لأنه قدر يكشف المستقبل. وبعد هيك كلنا سمعنا عن الميليشيات وأصحاب الرايات السود بتقاتلوا على السلطة على مد البصر. كل شي انقلع وانحرق وانترك يتعفن. اللي قدروا ينجوا من الموت بالشوارع ماتوا جوعانين أو بردانين ببيوتهم. ومهما كانت نهايتهم كلهم ماتوا خايفين، بردانين جوعانين وخايفين. وبعد هيك الأمور تدهورت أكتر. واحدة من المجموعات قدرت تلوث مصادر المية كلها، نقطة واحدة كافية لتدمير مناعة الجسم بأكمله. وهون قامت القيامة. مدن بأكملها انمحت من الوجود. الأرض اللي نبعت منها الديانات السماوية اتدمرت، وإحنا اللي نجينا ما ضل عنا إشي نتمسك فيه إلا إيماننا بإنسانيتنا وبأنفسنا. انسى، انت فاهم علي صح؟ فاهم. مشان هيك بقول لك انسى. أبوي مستحيل يخليك تقرب عليها. تعرف ايش؟ أنا راح أحكي مع أبوك. الرجال الرجال. تفكر ما بعملها؟ كش ملك. ما كنت مركز. عيدها. بابا في عنا ضيوف. كم واحد؟ ما شفت غير واحد بس. اطلع لفوق، جهز سلاحك وأمن لي طاقتي. عيب شمال ولا يهمك، نحن بنهتم بالموضوع. بابا هالمرة خليني أساعدك. ما في داعي. بابا مريم ليه عم بتضلك تعمل لي هيك؟ انت بتعرف اني انا بقدر اساعد.
بعرف انك قدها وبعرف انك بتقدري تساعدي، عشان هيك بدي اياكي تضلي هون وتخلي عيونك على الكل. دقتين كل شيء تمام، ثلاثة فيهم. من المية. أرجوكم ساعدوني. مش عاجبني الوضع. تعالي. استنى شوي. شو عيب هذا كمين؟ بعرف بس لازم اطلع اجيبها. مش عيب لا تفتح البوابة. ارجوكم ساعدوني او اقتلوني. لازم افتحها. بابا شو بتسوي؟ اهدى. بابا ما بيخاف. ما عليك الا تحميه. هاي لما نرجع سكر الباب انا بصراحة. يا حد العين واحد منهم محبوب ام الصبايا حد العين راحوا ثلاثة وضلوا اثنين. لو كنت مكانك ولا بتحرك ولا حركة. نزل سلاحك اعطيني البنت. نزل سلاحك حبيبي. أعطيني البنت. نزل سلاحك. ارميها على الأرض. بيضل بإيدي. أنت شو بيسموك؟ مو شغلك. أنت لمين تابع؟ مو شغلك. سموني أبو عيسى وأنا عامر سبيل، مش تابع لأي حدا. ليش جاي لهون؟ شو بدك؟ بدي مي، بحاجة مي. بعطيك جالون مي. تعطيني البنت. شو أبو عيسى؟ شو الكرم هذا؟ كل هالمي هاي اللي عندك وقالوا هالمي. لا عمي ما بتوفي. هاي المي مقلي لحالي. طب وإذا أعطيتك هدية مع البنت شو بتعطيني؟ هدية شو؟ عندي رصاص قد ما بدك. 9 ميلي؟ لا عندي 22. 7.62 عندك؟ لا بس لحظة
عندي. هي ابو عيسى روق روق علينا روق. حكينا لك هديه مالك؟ استنى عندي من هاي قد ما بدك، ما بدها اي سلاح، اي وتد، اي مسمار بيمشي فيها تعمل كوارث. ما بتنفعني. اسمع، بعطيك 3 جالونات مي، تعطيني البنت، تاخذ اصحابك وبتروح من هون وما بترجعوا نهائيا. ما بتستأذن حدا. لحظة لحظة، هذا الحكي بيني وبينك بس. معك حق، الموضوع بيني وبينك بس. شعيب ارجع. مش عارف اصيب ولا واحد منهم. ارمي فوق شاحنة. تحرك، احكي لهم ينزلوا سلاحهم ولا بفجر راسك. انت منيح؟ فضلان. لا تطوخ. انا كنت مارق من هون، سمعتكم عم تتقاتلوا وقررت اني اوقف معك. وانت ليش جاي لهون؟ عم بدور على الامان. مر علينا كثير قطاع ضرق وناس وسخين، بس بدنا نلاقي ناس ولاد حلال. لحالك؟ قلبين مع غيرها؟ لا لحالنا. تباشي؟ اي بين بجوكا هي مصر مدينة. اسمح لي روح اخذ السكين تبعي. سلمتي على الجماعة اللي طخوني؟ قلبينا بتحكي عربي، هي كردية وأنا كرديتي كمان ما كتير، يعني أنا يا دوبك بقدر أتفاهم معها شوي، بس قريتها تتشية بروش باش. روش باش؟ بابا كله تمام؟ صار لك شيء؟ لو نيشانك ظابط كان قتلت فاعل هالخير. أنا فكرت إنه هو مع المجموعة اللي بعرف شو فكرت. حصل خير. أنا اسمي شعيب وهذا قيس. أنا اسمي موسى. أنت اللي أنقذت أبوي؟ شكراً. تفضل.
على الأقل نداوي لك جرحك. عيسى ابني كابتن كورو على فكرة. وهداف المدرسة سنتين ورا بعض. ما شاء الله عليه. الله يرحم أمواتكم. كلنا على هالطريق. لا تخافي مدمهات. موسى، هاي بنتي مريم. مرحبا. داود. نعم. بيرسم. جرافيك ديزاين، تصميم، انيميشن، اشتغلت عليك من برنامج تلفزيون. بيرسم. زينب، هلال، جانا ضيوف. أنا موسى، جولبين. أهلين. أهلين. السرايا واسعة، خذوا راحتكم. شو هو هذا المكان؟ هذا كان مصنع لأجنحة الطيارات. قد ايه صار لكم هون؟ 318 يوم. خير ان شاء الله. في شيء؟ في حكي بعيونك. موسى لازم يضل معنا. موسى بس؟ عيسى، هدول الجماعة نحن يا دوب متعرفين عليهم. وموسى ما بنعرف خيره من شره. بس الزلمة انقذ حياتك. بدك تعرف أكثر من هيك. لازم ندير بالنا وننتبه. الدنيا تغيرت. ديرة البال ما حمت أمي من إنها تمرض من المي. وأنا شو كان طالع بإيدي ساوي ما ساويت. لازمنا خطة أحسن من إنه ندير بالنا. هيك وصلنا المنذر، وأنا متوكل على الله. أنت متوكل على الله، بس ما بتعمل حساب لبكرة. لازم نتحكم بمصيرنا، ما نرمي حالنا للهلاك ونقول هذا قدرنا. بكفي. بابا لازم تعرف إنه خلاص. Do you speak English? تفهم بس كردي. انت عملت معي معروف كتير كبير وانا مقدر لك اياه، بس ما رح اقدر استضيفك عندي اكثر من يومين هلا، الا اذا كنت مضطر وما عندك مكان تروح عليه. في شروط، يا
يعني في مهمات بدي اطلبها منك وبدك تنفذها. طيب مو الاصول انه تخلينا نرتاح شوي وناكل لقمتين وبعدين نحن نقرر شو بدنا نساوي؟ ممكن؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ جولبين لقيتها بحي مهجور. قالت لي انه متخبايه هنيك هي من وقت اللي مات جوزها. او بالاحرى من وقت اللي انقتل. من وقتها لهلا انا وياها سوا. نفذنا بأعجوبه. مو هيك؟ كيف انقتل؟ تقطع. شقفة ورا شقفة. شلخوا أطرافه عن جسمه. مجموعة منصبين حالهم كجيش. قالوا له انك مالك من المختارون ليعيشوا. جولبين قدرت تنفذ من المجزرة. انا لقيتها بعد فترة قصيرة. بعتبرها وصمة جمال على وجهي. بنفع ترجم؟ وقتك واسمعوا وسطي كمان. كنت معلمة. ولما صارت الأحداث علقت في المدرسة مع الطلاب والمعلمات. ولما فات قائد الكتيبة وبده يسحب وحدة من المعلمات هجمت عليه وضربته. بعدها فاتوا ثلاث جنود وتصبوني وداروا على وجهي مية نار ونفدت. إذا كان ثمن النجاة هو هاي الندبة على وجهي فأنا مستعدة أدفعها مية مرة. أنا مخرج مسرحي. كنت في الزمن القديم كنت في العادة أوصي طلابي وممثليني أنهم يتسلحوا بالحب ليقدروا يجسدوا القوة على خشبة المسرح. اليوم بتمنى لو واحد من طلابي موجود معنا هون ليتعرف عليا، يتعرف على نموذج حي لإنسان كان مسلح بس بالحب، واجه كل هذا القبح والكراهية والهمجية اللي برا. حبيتها وحبتني. بعد جهود دبلوماسية حثيثة طلبنا من أخونا وصديقنا شعيب، جوزنا قدام الله والشهود. يا الريح يا روح لو تعلمين، يا الريح يا روح لا تسلين. أين هذا الحنين؟
الحلم يا روح كوني كما الحلم يا روح كوني كما أنت وكوني بابا في شيء مو طبيعي. شو؟ قلبين بتخاف منه لهذا موسى. شو اللي حسسك بهالشيء؟ مبين عليها طول الوقت مرتبكة ونقزة منه، وبعدين هو بالمرة مش مريح. من أول ما شفته ما ارتحت له، تطليعاته ونظراته. هذا البني آدم أنقذ أبونا. حتى لو، لازم ندير بالنا. لازم نستضيفه عنا. أنت بتعرفه لهذا البني آدم أصلاً؟ ومن نقوم معاه بالواجب. قمنا معاه بالواجب والزيادة، أنا عم بحكي له. موسى معه من هون لبكره يقرر اذا بده يبقى ولا يمشي. واذا هي بدها تضل بس خايفه تحكي. ناموا هلا. ومن هون لبكره ربكم بيفرجها. تصبح على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. ممكن أعرف ليه هالقد مأمن له؟ ممكن أعرف ليش مفكرة حالك فاهمة كل شيء؟ على أساس أنت اللي بتعرف كل شيء. تخلف. سبي علي كمان مرة وأنا بحكي لبابا إنك بتحبي داوود. عن جد؟ شو ولاد صغار إحنا؟ أنت اللي سبيتي بالأول. بعدين أنت بتعرف إنه أنا مستحيل أحكي لبابا. إن شاء الله عجبك الأكل. ممتاز كان. ذكرني بأيام العز. أنت بترتاح أكثر إذا سكينتك ضلت معك. إشي أزعجتك بشي؟ لا يعني، بس مثل ما لك شايف نحن متعودين لما ندخل على هذا المكان كل واحد منا يحط سلاحه بالخزانة ونقفل عليه بالمفتاح يلي أنا الوحيد اللي معي نسخة منه. حتى أنا متمالك شايف. وأنا اللي بصير على الكل بصير علي أنا كمان. لا لا، أنت عم
تختبرني أبدا، لا عم تختبرني لأنك ما بتعرفني. شعيب أنا وهي السكين أصحاب كتير من زمان، عشرة عمر. فشو رأيك يا قائدنا العظيم أنك تثق فيني وتخلي السكين معي أحسن ما أنا أوثق فيك وتقوم تذبحني بالليل أنا وجولبين؟ لو ناوي يذبحك أنت وجولبين ما كنت عبيت بطنكم أكل. بلكي بدك تسمن الخروف قبل ما تذبحه، مو هيك بيعملوا بالعادة؟ لا مو هيك بيعملوا بالعادة، والقصة أبدا مو مثل ما لك فهمانها. بس أنت هيك خليتها تصير. اسمع موسى، من هون لتقرر إذا رح تبقى ولا تمشي. أنت ضيف، والضيف المفروض يحترم شروط المكان اللي قاعد فيه. هاي سكينتك بتحطها مع سلاحنا كله بالخزانة، هذا آخر كلام عندي. لك عم بتمنيك عليك يا زلمة، شو بك عم تلقى مزح؟ هاي السكين أغلى شيء على قلبي. حتى نفرق بين القوي والضعيف، بين المختارين من الخايبين. كنت بدك اياه؟ كله منك. داوود بعد ما رح تروح ولا مكان.
بدي أقتله. ليش الليلة؟ بدي أقتله. ليش الليلة؟ خلينا نشوف بابا. خافين شكله اختفى. ما بدك تنامين؟ أنا منيحة. خليك. شو رح نعمل؟ ما بعرف شو كنا بنعمل اصلا. ابوي وفر لنا الامان، بس ما كان بيعمل حساب لبكره. فكرك هرب؟ موسى؟ ما بعرف. ما كان قصدي اللي قلته امبارح. الحق مش عليك. أنت رجل طيب عيسى. لو سمعك أبوي كان ضحك. بلا مسخرة، الدنيا قامت وقعدت أبوك بيحكي إنك كابتن الفريق. كان ضحك على كلمة رجل. عمره ما كان شيء هيك.
بس انت قايم شغل رجال. هذول اللي معنا واثقين فيك وباختك وانا كمان. انا عايش بسبب ابوك. انا رح اكون ايدك اليمين. الله يرحمه. الله يرحمه. فاهم وان بوشان؟ شو؟ أف بغسلهم بعدين. شو في؟ شو صار بالمي؟ شو قصدك؟ الكلمة خرا. المي مقطوع. لازم نطلع على الخزان. طيب أنا جاي معك. لا. لا ما رح أتركك تروح لحالك عيسى. داوود قيس تعال. شو صار؟ لازم نطلع الخزان. استنى قيس خليك انا باجي. طيب عيسى ما بنفع لازم واحد منا يضل هون. ماشي انت لسه زعلان مني؟ تنسيش بسكر الباب وراي دقتين كل شيء تمام. ثلاث دقات فيهم ما تخاف. مش قصة ما بتفرق وفر طاقتك خليك جاهز. عيسى استنى. أنا بطلع. مش ضروري. ضروري. أبوك قال كل واحد فينا عنده مهمة. وهي مهمتي. بس بدكم تساعدوني يا شباب. إدريس دير بالك.
ربك. لازم نوقف الدم. هذا كان قصدهم؟ هيك بيفرق القوى عن الضعيف؟ شو هالاختبارات هاي؟ شو اللي بيعملوا فينا؟ الاختبارات ولا شحار، هذا اسمه مجزرة. ما رح يزبط هيك، هات حزامك. مي، مش مي. شو رح نسوي لو رجع؟ وين فكر حالك رايح؟ ها؟ ايش اللي مخبيته ولا؟ احكي، ايش اللي مخبيته؟ اخلص، كلكم اخلصوا. اللي بمد ايده على الثاني بينصرف بيطلع برا، مفهوم؟ على ايش شدد على حالك انها تبقى؟ لحد ما تثبت لنا انها ما بتستاهل. عيسى، مش وقته. شو هالمسخرة؟ اسمع، نزيف ما رح يوقف. قوم ولع النار بسرعة. اهدى اهدى. بلال تعال ساعدنا. اهدى هنا معك. صرتوا مني. عيسى 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 داوود داوود سمعني. لا تخليه يشوف. خلي عينيك علي. فوق الركبة. اسمع مني. امسكوني. يا حقير، خلي مي لداود. أنا بعرف إني بدكش تسمع هذا الحكي، بس أجل وقت اللي نطلع من هون. هو بوضعه هاد مش رح نقدر نخطو معنا، لأنه عم بخسر دم بسرعة كبيرة، فالعايش أولى بالمي من الميت. مين قال لك إنك رح تعيش؟ عم بتهدديني. ليش مين راح تضلوا عايش؟ عم بقول إنك أناني. بالضبط، هي الأنانية اللي بتنشي هاي الأيامات. أما لو عاطف العكل الفاضي تبعك هذا مش راح يخلينا نصمد أسبوع واحد ولا مي. أنا شو حكيت جمال؟ هي ضربتني بالأول ولا بتشوفوا اللي بدكم تشوفوه؟ بس انا سمعت كل شيء. او شو يعني؟ مين اللي نصبك زعيم علينا؟ قلت
اطلع برا. شو شايف سير تقمر وتنهي؟ ما لك مكان معنا هون. احنا هون بنحمي بعض، بندافع عن بعض. اللي بده يكون انا اللي بطلع برا لحاله. انت بفكر حالك رح تصمد يوم واحد من غير المشوره تبعتي؟ ها؟ اطلع برا. واذا بديش اطلع شو بدك تساوي يعني؟ اطلع برا. احنا بطلنا تحت امرك يا كابتن. من المنطق اصلا انكم تسمعوا واحد مثلي انا، مش ولد الصغير اللي بعده مش طالع من الكشوف البيضاء. اول اشي رح نعمله منطلع هاي الشرموطه برا. اطلع برا، اسحب تلمسها برا. اوعك تتحرك عيسى، انا بعمل كل هذا عشاننا كلنا. انت مش زعيم وعمرك ما رح تكون زعيم، وانت بتعرف هذا الاشي. وانت شو بتعرف؟ انت بتعرف انه ابوك كان يستشيرني بكل كبير وصغير. كلياتكم بتعرفوا انه انا كنت الكل في الكل هون. الزعيم بيحمي افراد مجموعته. تقدر تحمينا جمال؟ يا سلام، وانت قدرت تحمي حالك؟ قدرت تحمي ابوك من الموت؟ وين كنت متخبي لما شعيب انذبح قدام عينيك؟ ها؟ مين اللي خلاني يفوت هون عنا؟ مش حضرتك اللي صررت انه يفوتوا؟ انت ناسي كيف اجيت هون؟ اه؟ مين اللي ترك مرته واولاده ينحرقوا؟ عيسى اسكت. هرب مع كتبه. مين؟ اه؟ عيسى كمان خطوه بفجر الفرد في راسك. انت مش زعيم، عمرك ما كنت زعيم، وابوي كان عارف. عم تطلع فيي هيك؟ رح تخلوا هذا البلد يتحكم فينا؟ ليش يعني على اي اساس؟ عشان هو ابن شعيب؟ انا اصلا كنت عارف انه ما فيش فيه رصاص، انا بس كنت بدي اخوفه. عيسى احنا رح نضل معك. تخافش علينا يا جمال، انت بس دبر حالك. جحر هذا والدور على مي اليوم قبل بكره. راح نتلاقى قريب، قريب جدا. ايش
بالك اللي عملناه صح؟ شكله خطة متى زبطت. يلا جمال صح، ما بنقدر نضل هون من غير مي. داود صعب ناخده معنا. طيب شو رح نعمل؟ لازم ناخد ندور على مي، بس أنا متأكد إنه هذا اللي بده إياه موسى، عشان هيك لازم نكون جاهزين. إذا بده يحارب بنفرجيه كيف نحارب. اللي عم نعمله صح، ما عنا خيار تاني. جاهز؟ جاهز. عيسى أنا جاي معكم. شو؟ ما في داعي. في داعي كتير. مريم رح نموت من النعس، ممكن حتى يستلم الحراسة بدالنا فوق. ما بقدر أترك داود. عز منثق فيها؟ وثقنا وخلصنا. أص يلا
المطر الباب مفتوح لك شيء كوني كما الحلم يا روح جمال هون كوني كما انت يا ريح يا روح لو تعلم يا ريح يا روح لا شوفي في مكان تطلع منه
لك مين؟ ليش نتركه هون؟ ليش ما قتلوا طيب؟ عشان محتاجه. محتاجه لشو؟ طعم؟ طعم مشان ندخل هون؟ فيش غير طريقة واحدة اللي نعرف. جمال شو صار؟ بعد عسانة أنا سمعت صوت. هاد جمال يا الله شو هاد؟ رايا جيب شريطة بسرعة. جمال اهدى من شان الله. اهدى جمال اهدى. عيسى صعب ناخده معنا، إذا طلعنا فيه برا إحنا انتهينا. ما بنقدر نتركه هيك. ثبته ثبته. شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ سامحني جمال. مريم
حبيبي. بدي مي. ما عنا. مريم اجا دوري. قلبي خليك معه ورايح. انت الوحيد اللي بتقدر تنقذها يا عيسى. شو بدك مني؟ بدي اياك تنسى الدنيا القديمة، القوانين اللي حطوها مجموعة من البشر ليقودوا ملايين بأتفه وأبشع الطرق. اياك تشوف الفوضى. ما بتستاهل تحكي باسم البشرية. طلع حواليك، دنيتنا هي كان عايش كتير ناس ما لهم أي فائدة، ناس عقيمين بلا أي لزوم. مهمتي أنا الخيار صار بإيدك. مين منكم رح يعيش؟ اختار. Ah!
صرت حر هلا يا عيسى. هي هي النهاية والبداية. جمال قبل ما أصل لسانه حكى لي إنه هذا المسدس فاضي. شو اللي عرفك إنها ما كانت كذبة؟ وين قيس؟ كان جندي شاطر بس مهمته خلصت. ذكي بس مش قائد، بلزمناش تبعين. تستاهل إنك تعيش أكثر من أي حد. مفروض موسى يخرب وأنا أراقب من المصلح، من القائد، واللي بيسيطر على الوضع بنضم لنا. على فكرة مش كتار اللي نجحوا، بس أملي فيك كان كبير وما خيبت ظني. نجحت بالاختبار بعد ما قتل أهلي. لأنهم كانوا ضعاف، بس هلأ أنت الخيار بإيدك. بس أتركك يا بتقتلني يا بتلحقني. رح نجتمع كلنا بالمدينة، تعال تعرف على الباقيين، بلكي صلحنا الدنيا مع بعض. انتي بأمان هلأ، مهمتي ما خلصت، لازم أروح. رح نستناك، البداية رح تكون هناك. Thank you.
كانوا منهم، أليس كذلك؟ من هم؟ يا ألف، شو قصدك؟ الألف والياء، الأول والأخير، البداية والنهاية. يا ألف، النهاية ثم البداية، هذا كان اسمنا وكان شعارنا. أنت واحد منهم؟ كنت أؤمن بأفكارهم. إيش بفكروا؟ وليش هيك بعمل؟ لأنهم يعتقدون أن النهاية حتمية، أن الناس سوف تأكل بعضها، وأن البشرية ستمحى من الوجود. كان هدفهم، أعني هدفنا، أن ننتشل الناجين من الدمار والخراب ونعيد بناء مجتمعنا. بس أنت تركتهم؟ كنت مقتنع أن عملنا شيء نبيل. بحثنا عن الذين إيمانهم قوي وأخلاقهم عالية، الذين يحافظون على إنسانيتهم دون الحاجة لقوانين ولا حكومات. وكلما انتشرت الفوضى تغيرت الموازين وتغيرت الأشياء التي بحثنا عنها. قررت أن أتركهم عندما سمعت لأول مرة كلمة المختارون. أبوك كان طيب، لقد حذرته، لكنه أصر أن يعود لكم لحمايتكم. Yeah.
أبوي كان مآمن إنه المنذر عنده كل الأجوبة، بس كان غلطان. ألف ويا، هاي هي قصتكم. رح ألاقيكم في المدينة، يمكن النهاية تكون على إيدكم، بس البداية نشوف لمين راح تكون.